اوكي تن معك ورقه ابو عبد الرحمن، بس يعني على قضيه ابو الله يبارك له ابو عبيد الحقيقه يعني يذكرنا بقضيه الاوفياء اللي قابلناهم في حياتنا. في ناس لهم ايادي بيضاء علينا، في ناس وجهوك حتى لو بكلام، معلم، شيخ، وسبق ان اطلقنا هذه المبادره ولا زالت قائمه، انك الرجل هذا اللي اسدى اليك ذا الخير وفتح لك ذا الافاق ولا استطعت انك تكافئ في حينه لقله ذات يد او كذا، لكن الان وانت الان تملك اقل الوفاء انك تسهم له ولو بشيء يسير في مثل المشاريع هذه الطيبه. صح. سله ب250 ريال وتنويها للرجل هذا المبارك اللي اسدى اليك معروف او اسدى اليك حاجه، يعني انت لا زالت في قلبك له محبه، زوجه، اب، ام، يعني الاجداد، يعني لو 100 ريال، لو 10، لو شيء بسيط، لو 5، لما نقول 250 نقول اي شيء. ايوه اهم شيء انك تفتح التطبيق وتحط في الاطعام، هذا هو قدامك اطعام الطعام، حط 10 ريال 20 ريال بنيه الرجل الذي اسدى اليكم. يقول عليه الصلاه والسلام: من اسدى اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تستطيعوا ان تكافئوه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه. طيب